الان طبعا في نصف النهائي ذهابا وايابا، وبالتالي نشوف مباريات اكثر. يا سلام، الله، فرصه للجزيره، الجزيره، الجزيره، جزراوي يتقدم، جزراوي يتقدم بكره، بكره انتظروا، انتظروا الوحداويه، انتظروا الوحداويه، وبعد ذلك انطلقوا للامام. كره جميله تلعب خلف المدافعين، انا قلتها في بدايه المباراه، رهان الجزراويه على السرعه، على السرعه، هذه السرعه، ابدا التسلل غير موجود، بطء كبير من الكربي، بطء كبير من فارس جمعه، وحطها، حطها بالعقل، حطها، حطها بالعقل، ما استخدم القوة البرازيلي، ركنها لاعب نادي فولسبورغ الألماني. كرة جميلة، هدف المباراة الأول، الجزيرة، الجزيرة اللي استدرج الوحدة، وبعد ذلك طبعا يبحث عن مرتدة، يا هي مرتدة، يا هي مثال. بدرو عند الكرة الآن، محاولة المرور، كرة تلعب، خطير، الله، الله، يسعد جماهير الوحدة، هو اللي يسعد جماهير الوحدة، ضيع كثير، لكنه في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة يعيد الوحداوية ويعيد السعادة، يعيد السعادة. نعم، كرة جميلة خلف المدافعين، الله، على اللمسة الراقية اللي كل أخطاء في المباراة هنا، هنا خريبين، نعم، بهذه الصورة في توقيت قاتل من عمر المباراة، طلب الكرة ووضع الكرة وأسكن الكرة وعادل فريقه في قمة كبيرة في كرة القدم الإماراتية. أدريان سيلفا، إسماعيل مطر، أدريان سيلفا، خذوا هات، الله، على الله، 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 جنون، الوحداوي يحولها، الوحداوي جاء من بعيد، من بعيد، من بعيد، من الخسارة إلى الفوز في وقت قاتل، في الوقت القاتل. شوف، شوف النقلات والتنقلات، الله، ما بين خريبين وسمعة، وبعد ذلك تذهب لأدريان سيلفا، وين؟ في المرمى، في المرمى، نعم، هدف، هدف قاتل، هدف قاتل لأدريان سيلفا. كنت أقول ما بين، ما ظهر، لكنه اختار التوقيت المناسب لأن يقول هذا أنا البرتغالي، هذا أنا البرتغالي. مباراة كانت أقرب للجزيرة أصبحت الآن أقرب يا أصحاب السعادة. في شوط ثان مجنون، عمر خريبين لسمعة، وبعد ذلك مع خليفة الحمادي، لكن يأتي البرتغالي.